بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثاني ثانوي، اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن درس الكهروسالبية والقطبية. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس تعتمد نوع الرابطة الكيميائية على مقدار جذب كل ذرة للإلكترونات في الرابطة. الفكرة الرئيسية تعتمد نوع الرابطة على مقدار جذب كل ذرة للإلكترون في الرابطة. أهداف درسنا اليوم تصف كيف تستخدم الكهروسالبية لتحديد نوع الرابطة، تقارن بين الروابط التساهمية القطبية والغير قطبية والجزيئات القطبية والجزيئات الغير قطبية، تعمم خواص المركبات ذات الروابط التساهمية. الرغم مع الحياة تختلف قدرة الناس على سحب الأشياء بحسب قوة أذرعهم مثل لعبة شد الحبل، وكذلك تختلف قدرة الذرات على جذب الإلكترونات في الرابطة الكيميائية أو في الروابط الكيميائية. وللتعرف على نوع الرابطة وقدرة الذرات على جذب الإلكترونات، في البداية لازم نتعرف على الميل الإلكتروني والكهروسالبية القطبية. تعتمد نوع الرابطة الكيميائية التي تتكون في أثناء التفاعل الكيميائي على شيئين، على قدرة جذب الذرات للإلكترونات، هذا واحد، اثنين، على الميل الإلكتروني. ما هو الميل الإلكتروني؟ هو مقياس لماذا؟ مقياس لقابلية الذرة على استقبال الإلكترونات، مقياس لقابلية الذرة على استقبال الإلكترونات، هذا ما يعرف بالميل الإلكتروني. يزداد الميل الإلكتروني كلما زاد العدد الذري عبر الدورة، ويقل عفوا يزداد كلما زاد العدد الذري عبر الدورة ويقل كلما زاد العدد الذري عبر المجموعة. يعني يزداد إذا زاد العدد الذري في الدورة، ويقل كلما زاد العدد الذري عبر المجموعة، هذا ما يعرف بالميل الإلكتروني. وللتعرف أكثر على الميل الإلكتروني يمكن استرجاع تعريف طاقة التأين. هو طاقة التأين اللي درسناها في الفصل السابق هي الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من الذرة، من ذرة العنصر في الحالة الغازية. انتزاع إلكترون، إذا انتزع الإلكترون فإحنا قاعدين نعرف طاقة التأين. أما الميل الإلكتروني هو مقياس لقابلية الذرة على استقبال الإلكترون، فالميل يعتبر عكس طاقة التأين. هذا بالنسبة للميل الإلكتروني اللي هو الاعتماد الأول للرابط الكيميائي، يعني تعتمد على الميل الإلكتروني وتعتمد على الكهروسالبية الكهروسالبية. ما هي الكهروسالبية؟ هي القدرة النسبية لذرة على جذب الإلكترونات الرابطة الكيميائية. الكهروسالبية كما ذكرنا سابقا هي القدرة النسبية للذرة على جذب إلكترونات في الرابطة الكيميائية. والكهروسالبية موضحة عندنا في الجدول في أسفل الصفحة، يوضح هذا الجدول قيم الكهروسالبية للعناصر. أعلاهم كهروسالبية عنصر الفلور وهو يساوي 3.98، وأقلهم كهروسالبية الفرانسيوم وهو يساوي 0.7. إذن الكهروسالبية هي القدرة الناتجة للذرة على القدرة النسبية للذرة على جذب الإلكترونات الرابطة الكيميائية. أعلاهم كهروسالبية الفلور ويساوي 3.98، وأقلهم كهروسالبية الفرانسيوم ويساوي أو تساوي قيمته 0.7. لأن الغازات النبيلة لا تتفاعل في الغالب ولا تميل إلى تكوين مركبات إلا في حالات نادرة، لذلك لم يضمن مجموعة الغازات النبيلة في ضمن الجدول المكون أو مذكور فيه قيم الكهروسالبية. طيب، بمعرفة قيم الكهروسالبية بإمكاننا تحديد نوع الرابطة. كيف يمكننا نحدد نوع الرابطة الكيميائية؟ لا يمكن أن تكون الرابطة الكيميائية بين ذرات العناصر المختلفة رابطة أيونية أو تساهمية بالكامل،
فيعتمد نوع الرابطة على مقدار قوة جذب الذرات للإلكترونات الرابطة. كيف يمكن حسابها أو نتوقع نوع الرابطة باستعمال فرق الكهروسالبية؟ راح نحدد قيم أو أنواع الروابط عن طريق فرق الكهروسالبية. بإمكاننا نتوقع نوع الرابطة من خلال فرق الكهروسالبية بين العناصر المكونة للرابطة. طيب، ولخصت في جدول اللي موجود أمامك. إذا كان فرق الكهروسالبية، إذا كان عندنا مركب وطرحنا فرق الكهروسالبية للمركب الأول ناقص الكهروسالبية للمركب الثاني وأعطتني القيمة صفر مساوية للصفر، فإن المركب راح يكون نوع أو تكون نوع الرابطة لهذا المركب تساهمية غير قطبية. متى؟ إذا كان الناتج صفر. ومتى يصبح الناتج صفر؟ إذا كانت الذرتين متشابهتين. إذا كانت الذرتين متشابهتين راح يكون الناتج صفر، تحدث بين ذرتين متشابهتين. إذا كانت الذرتين متشابهتين تصبح القيمة تساوي صفر وتسمى تساهمية غير قطبية، وتكون الزوج الرابط بين الرابطتين في الوسط، يكون الزوج الرابط في الوسط. إذا كانت القيمة صفر ونوع الرابطة تساهمية غير قطبية راح يكون الزوج الغير رابط في الوسط. مثال على ذلك ذرات الهيدروجين، فنوع الرابطة بين ذرة الهيدروجين وذرة هيدروجين أخرى راح تكون رابطة تساهمية غير قطبية، والزوج الرابط راح يكون في الوسط، يعني ما راح ينزاح لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، راح يكون في الوسط. وتسمى أيضا هذه الرابطة تساهمية غير قطبية، ممكن نذكر عنها نقية، بأنها تكون رابطة نقية. تساهمية غير قطبية نقية. تعد رابطة تساهمية غير قطبية نقية متى؟ إذا كان الفرق في الكهروسالبية للرابطة بين ذرتين متماثلتين صفر. وهذا متى يحدث؟ إذا كانت الإلكترونات موزعة بالتساوي، تصبح نوع الرابطة قطبية، عفوا تساهمية غير قطبية أو تساهمية نقية. هذا بالنسبة للنوع الأول من الروابط. النوع الثاني من الرابطة، إذا كان ناتج فرق الكهروسالبية أصغر من 0.4 فراح تكون الرابطة تساهمية غالبا. متى تصبح تساهمية غالبا؟ إذا كان نوع الرابطة أو عفوا الفرق في الكهروسالبية يساوي أصغر من 0.4 يصبح نوع الرابطة تساهمية غالبا، إذا كانت أصغر من 0.4. إذا كانت القيم أو عدد التساوي تكون أصغر من 0.4 راح تكون تساهمية غالبا. النوع الثالث تصبح تساهمية قطبية متى؟ إذا كانت قيمة الفرق في الكهروسالبية بين 0.4 و1.7، يكون واقعة بينهم، الناتج راح يكون بينهم، تصبح نوع الرابطة تساهمية قطبية. إذا كانت القيم تساوي أكبر من 1.7 فراح تكون نوع الرابطة أيونية غالبا. إذا عندنا أربع أنواع للروابط، بتكون أيونية إذا كانت قيمة أو ناتج فرق الكهروسالبية أكبر من 1.7، تكون تساهمية قطبية إذا كانت قيمة فرق الكهروسالبية بين 0.4 و1.7، تصبح تساهمية غالبا إذا كانت القيم أصغر من 0.4، تصبح تساهمية غير قطبية نقية إذا كانت القيمة تساوي صفر، ويحدث ذلك عندما تكون الذرتين متشابهتين. هذا بالنسبة لتحديد فرق الكهروسالبية ومتى تصبح قطبية أو تساهمية أو أيونية. أحيانا تكون الرابطة غير واضحة، فإذا كانت أيونية أو تساهمية فإذا كان الفرق في الكهروسالبية
واحد صفر بوينت سبعة، فهذا يعني أن الرابطة بنسبة 50% أيونية وبنسبة 50% تساهمية إذا كانت مساوية 1.7. وعادة تتكون الرابطة الأيونية عندما يكون فرق الكهرو سالبية أكبر من 1.7 كما ذكرنا في الجدول. نلاحظ من خلال الرسم البياني الموضح عندك في أسفل الصفحة الرابطة نسبة الصفة الأيونية 100% والفرق في الكهرو سالبية. إذا كان صفر راح يكون نوع الرابطة زي ما ذكرنا تساهمية غير قطبية، وكل مرة يزداد راح تزداد قيمة الصفة الأيونية وتقل الصفة التساهمية، أو إلى أن نصل إلى نقطة تصبح القيمة أو إن نوع الرابطة أيونية 100%. فعند الصفر راح تكون تساهمية 100%، فوق 0.7 راح تكون الرابطة أيونية 100%. الروابط التساهمية القطبية، بفرق الكهرو سالبية عرفنا أنه كيف ممكن نحدد إذا المركب نوع الرابطة في هذا مركب تساهمية قطبية أو تساهمية غير قطبية أو نوع الرابطة أيونية. فعندك الشكل هذا يوضح لك الرابطة بين الهيدروجين والكلور. لاحظ أن الكهرو سالبية للكلور ناقص الكهرو سالبية للهيدروجين تساوي القيمة 0.9، وصفر بوينت تسعة تسعة أكبر أو بين عفوا 0.9 بين 0.4 و1.7، فالمركب هنا تساهمي قطبي. فتتكون الروابط التساهمية القطبية نتيجة عدم جذب الذرات الإلكترونات الرابطة المشتركة بالقوة نفسها، راح يكون قوة أقوى من قوة، زي الكلور والهيدروجين راح يكون الكلور أقوى من الهيدروجين. وتشبه الرابطة التساهمية القطبية رياضة شد الحبل في فريقين غير متساويين، من راح يكون أقوى في سحب هذا الحبل؟ الفريق الذي راح يكون عدده أكثر. عندما تكون رابطة قطبية تسحب أزواج الإلكترونات المشتركة في اتجاه إحدى الذرات، أثناء هذا السحب راح تتكون رابطة أو شحنة جزيئية موجبة وشحنة جزيئية سالبة. الشحنة الجزيئية السالبة راح تكون فوق الأيون أو عفوا فوق الذرة اللي تكون كهرو سالبيتها عالية، والشحنة الجزيئية الموجبة راح تكون فوق الذرة التي تكون شحنتها الجزيئية منخفضة وتكون زي الهيدروجين والكلور مقارنة بالكلور. نستخدم حروف إغريقية اللي هي الشحنة الجزيئية ليمثل الشحنة الجزيئية في الرابطة التساهمية القطبية. شحنة جزيئية سالبة على صاحب الكهرو سالبية العالية، في حين الشحنة الجزيئية الموجبة راح تكون فوق الذرة التي تكون شحنتها الجزيئية منخفضة مقارنة بالذرة الأخرى. ونسمي هذه الرابطة بالرابطة القطبية الناتجة بثنائية القطب، برابطة تساهمية ثنائية القطب. طيب كذا احنا عرفنا كيف نحدد نوع الرابطة، الآن سوف نحدد بعض الجزيئات تصبح قطبية وبعض الجزيئات تكون غير قطبية كجزيء كامل، مع أن الرابطة راح تكون رابطة تساهمية أو رابطة قطبية إلا أن الجزيء ممكن أن يصبح جزيء غير قطبي
فيعتمد نوع الرابطة أو متى يكون الجزء قطبي في حالتين، إذا كانت الروابط قطبية وكان الشكل غير متماثل، وهذا راح نعرفها بعد قليل. شكل الجزيئات، تتكون الجزيئات ذات روابط تساهمية قطبية وغير قطبية، ويعتمد نوع الرابطة على مكان وطبيعة الروابط التساهمية في الجزيء. من الخواص المميزة للجزيئات الغير قطبية، خاصية تميز الجزيء الغير قطبي، أنه لا ينجذب للمجال الكهربائي، إلا أن الجزيئات القطبية تنجذب للمجال الكهربائي، والسبب يعود إلى أن الجزيئات القطبية ثنائية القطب لها شحنات جزيئية عند أطرافها، لذا تكون كثافة الإلكترونية غير متساوية عند الطرفين، وينتج عند هذا تأثر الجزيئات القطبية بالمجال الكهربائي والانتظام داخله. هذا من مميزات الجزيئات. طيب، يمكن معرفة سبب كون أن بعض الجزيئات قطبية وبعضها الآخر غير قطبي مقارنة بين جزيئين. عندك جزيء الماء يعتبر قطبي، وجزيء رباعي كلوريد الكربون جزيء قطبي، تمام؟ كلا الجزيئين توجد فيهم روابط تساهمية قطبية كلهم. لو احنا حسبنا بنوع الرابطة راح نلاحظ ان جزيء الماء يحتوي على روابط قطبية وتساهمية قطبية، وكلوريد الكربون ايضا يحتوي على مركبات او عفوا روابط تساهمية قطبية، الا ان جزيء الماء يوصف بانه جزيء قطبي، وجزيء رابع كلوريد الكربون لا يعتبر جزيء قطبي، والسبب من خلال شكل الجزيء. لاحظ معي شكل جزيء رابع كلوريد الكربون وجزيء الماء. جزيء الماء شكلا هو عبارة بوصفه بتركيب لويس، نلاحظ أن جزيء الماء عبارة عن شكل منحني، والشكل المنحني لجزيء الماء يجعل جزيء الماء غير قطبي، والسبب أن الشحنات الجزيئية موزعة بشكل غير متساوي. فنلاحظ على الطرف هنا شحنة جزيئية موجبة مقابلها شحنة جزيئية سالبة، وهنا شحنة جزيئية موجبة، لكن الطرف هذا يعني هنا راح يكون شحنة جزيئية سالبة عالية وشحنة جزيئية موجبة منخفضة منخفضة في الطرفين، فبيكون هنا سالب وبالطرفين هذه موجبة، وهنا قلت الشحنة الجزيئية السالبة، لذلك نلاحظ أن الترتيب غير منتظم غير متماثل. عكس لما نشوف رابع كلوريد الكربون، شحنة الكربون جزيئية موجبة، في حين أن الكلور شحنات جزيئية سالبة، نلاحظ أنها موزعة بانتظام، في كل طرف يوجد شحنة جزيئية سالبة وزعت بانتظام حوالين الكربون، وينتج عن تماثل جزيء الكربون تساوي في توزيع الشحنة، لذا يكون الجزيء غير قطبي. جزيء الماء شكل منحني، فجزيء الماء قطبي لأن الشحنات غير متوزعة بانتظام، لكن رابع كلوريد الكربون موزعة بانتظام، لذلك الجزيء غير قطبي. نلاحظ عندنا أيضا جزيء الأمونيا شكلها غير متماثل، غير موزع الشحنات بانتظام، عدم التساوي في توزيع الشحنات، لذلك يكون الجزيء قطبي. إذا متى يكون الجزيء قطبي؟ في حالتين، إذا كانت الروابط قطبية، والحالة الثانية إذا كان الشكل غير متماثل، توزيع الشحنات غير متساوي. إذا كان الشكل متماثل وتوزيع الشحنات متساوي، يصبح شكل الجزيء غير قطبي. هذه الحالة الثانية أو الشرط الثاني ليكون الجزيء الموجود عندي قطبي أو غير قطبي. نجي لخاصية قابلية الذوبان، نلاحظ تبين خاصية فيزيائية قدرة مادة ما على الذوبان في مادة أخرى، ويحدد ذلك نوع الرابطة وشكل الجزيء مدى قابلية الذوبان. عادة تكون الجزيئات القطبية ومركبات الأيونية قابلة للذوبان في بعضها البعض لأنها مواد قطبية، أما الجزيئات الغير قطبية فتذوب في بعض المواد الغير قطبية، لذلك تحدد نقطة أن المذيبات تذيب أشباهها، المواد القطبية تذيب المواد القطبية، والمواد الغير قطبية تذيب المواد الغير قطبية.
إذا عندك بين قوسين معلومة، أو نقول أن المذيبات تذيب أشباهها. كذا تعرفنا على نوع الرابطة وشكل الجزيء، وكيف ممكن نحدد نوع الرابطة التساهمية عن طريق حساب فرق الكهروسالبية، ومتى يكون الجزيء كامل قطبي في حالتين، إذا كانت الروابط تساهمية وإذا كان الشكل غير متماثل. نلاحظ خواص المركبات التساهمية. خواص المركبات التساهمية: ملح الطعام مادة أيونية وتتميز بأنها صلبة، والسكر مادة تساهمية وأيضا صلبة، لهما نفس المظهر نفسه ولكن يختلفان في خواصهما عند التسخين. فالملح مثلا لا ينصهر، أما الماء فينصهر عند درجات حرارة منخفضة. هل يؤثر نوع الروابط في خواص المركب؟ نقول نعم يؤثر نوع الروابط، والدليل أن الملح لا ينصهر والسكر ينصهر، اختلاف في نوع الرابطة. القوة بين الجزيئات: تعود الاختلافات في الخواص نتيجة للاختلاف في قوة الجذب. القوة الجذب تؤثر، ففي المركبات التساهمية تكون روابط تساهمية بين الذرات في الجزيئات قوية جدا، في حين تكون قوة الجذب بين الجزيئات ضعيفة. وتعرف هذه القوة التجاذب الضعيفة للقوة بين الجزيئات أو قوة فاندرفال. نلاحظ أن الروابط أو القوة اللي تكون بين الذرات المكونة للجزيء تكون قوية، لكن بين جزيء كامل وجزيء آخر تكون ضعيفة، وتسمى الروابط بين جزيء وجزيء بقوة فاندرفال أو القوة بين الجزيئية. تختلف هذه القوة من ناحية قوتها، ولكنها في الأخير هي أضعف من قوى الربط التي تربط الذرات في الجزيء أو بين الأيونات في المركب الأيوني. مع أنها تختلف في القوة، إلا أنها تكون أضعف من القوة الموجودة بين الذرات نفسها. عادة أو هناك عدة أنواع من هذه القوة: قوة ضعيفة جدا وتكون بين الجزيئات الغير قطبية وتسمى بقوة التشتت، هذا النوع الأول من القوة. النوع الأول من القوة اللي هي قوة التشتت، وتكون قوة ضعيفة وموجودة بين الجزيئات الغير قطبية. النوع الثاني من القوة هي قوة بين الأطراف المشحونة بشحنات مختلفة في الجزيئات القطبية، وتسمى قوة ثنائية القطب. النوع الثاني اللي هو قوة ثنائية القطب، وهي قوة أقوى من قوة التشتت. قوة ثنائية القطب هي قوة أقوى من قوة التشتت. النوع الثالث من القوة هي قوة الروابط الهيدروجينية، تشترط وجود الهيدروجين وهي أقواها، وتكون بين ذرة هيدروجين تقع في نهاية القطب أو أحد الأقطاب، وذرة نيتروجين أو أكسجين أو فلور في الجزيء الآخر. وهذا النوع من القوة أو النوع الثالث من قوة فاندرفال، وهي أقوى القوة. عندنا ثلاث أنواع من القوة: قوة تشتت، قوة ثنائية القطب، قوة روابط الهيدروجينية. مع أن هذه القوة تختلف في قوتها، إلا أنها أضعف من القوة الموجودة بين الذرات. القوة والخواص: تعزى خواص المركبات التساهمية إلى القوة التي تربط الجزيئات مع بعضها البعض، ولأن هذه القوة ضعيفة فإن درجات انصهار للمركبات الجزيئية أو الغليان منخفضة مقارنة بالمواد الأيونية. لأن هذه القوة ضعيفة زي ما ذكرنا، فإن درجة الغليان والانصهار منخفضة مقارنة بالمواد الأيونية، وهذا يفسر سبب انصهار السكر وعدم انصهار الملح. أيضا تفسر القوة بين الجزيئات وجود كثير من المواد الجزيئية في الحالة الغازية، وهذا يفسر لك أن بعض المركبات الجزيئية توجد في الحالة الغازية عند درجات حرارة الغرفة. من أمثلتها اللي هي الغازات التساهمية: الأكسجين وثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين. ولأن صلابة المواد تعتمد على القوة بين الجزيئات أيضا، فكثير من المواد التساهمية لينة في حالة الصلابة، إي نعم صلبة لكنها لينة، مثل الشمع البرافين المستعمل. وتترتب المركبات الجزيئية في حالة صلبة لتكون شبكة بلورية. إن المركبات التساهمية تتركب أو عفوا تترتب لتكون شبكة
بلورية شبيهة بالشبكة في المركبات الأيونية الصلبة، إلا أن قوى الجذب بين الجزيئات أضعف، ويتأثر بناء الشبكة بشكل الجزيء ونوع القوة بين الجزيئات. يمكن تحديد معظم المعلومات عن الجزيئات من خلال دراسة المواد الصلبة الجزيئية. نجي لأنواع المواد الصلبة التساهمية الشبكية. هناك بعض المواد الصلبة تسمى مواد صلبة تساهمية شبكية، ترتبط ذراتها بشبكة من الروابط التساهمية. هذه مركبات ترتبط جزيئاتها أو ذراتها بشبكة من الروابط التساهمية. من الأمثلة عليها الألماس والكوارتز. مميزات هذه المواد أنها هشة غير موصلة للكهرباء. من صفات هذه المواد أنها هشة غير موصلة للكهرباء والحرارة، وشديدة الصلابة مقارنة بمواد الصلبة الجزيئية. إذا خصائص مواد الصلبة التساهمية أنها هشة غير قابلة لتوصيل التيار الكهربائي، شديدة الصلابة. ويشرح تحليل بناء الألماس بعض هذه الخواص. ففي الألماس ترتبط كل ذرة كربون بأربع ذرات أخرى كربون أخرى، وهذا الترتيب الرباعي الأوجه المنتظم يشكل نظاما بلوريا شديد الترابط له درجة انصهار عالية. وعادة ما يستخدم أو تستخدم المواد الصلبة الشبكية التساهمية الشبكية في أدوات القطع بسبب صلابتها الشديدة. وتبين لك الصورة شكل الشفرة، شفرة المنشار المغلفة بالألماس لقطع الأحجر، لميزتها بأنها شديدة الصلابة. وكذا انتهينا من المركبات التساهمية الكهروسالبية والقطبية، وعرفنا خصائص هذه المركبات. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.